بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة في ارتفاع في درجات الحرارة، والطقس هيكون مائل للحرارة بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية ودافي على السواحل الشمالية الشرقية وحر على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، وفي كمان شبورة مائية الصبح قد تكون كثيفة أحيانا، وده على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بيكي، وطمنين عن حالة الطقس خصوصا أن في ارتفاع في درجات الحرارة. بالفعل احنا بدأنا من الأمس نشهد ارتفاع في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد والقاهرة الكبرى. اليوم كمان هيكون في ارتفاع آخر في درجات الحرارة، بالأمس كانت 24 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، اليوم متوقع تكون 27 درجة مئوية، وده بسبب أن مصادر الكتل الهوائية بدأت تجينا من مناطق صحراوية شبه الجزيرة العربية، فده هيؤدي لارتفاع درجات الحرارة فترة النهار. مصادر الكتل الهوائية في طبقات الجو العليا في مرتفع جوي، ده بيساعد على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وإحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، فبالتالي فترة النهار هنحس بالأجواء المائلة للحرارة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء وشمال الصعيد، أجواء دافية على سواحلنا الشمالية، المحافظات المطلة على البحر المتوسط، أجواء حارة على جنوب الصعيد خلال فترة النهار. خلال فترات الليل أول طيب قبل ما ندخل على فترات الليل، عايزين نعرف الحر ده أو الارتفاع في درجات الحرارة دي مكملة معانا؟ يعني إحنا خلاص قربنا ندخل على الصيف؟ لا خالص، إحنا لسه فصل الشتاء لم ينتهي، فصل الشتاء هينتهي إن شاء الله 20 مارس، ويبدأ بعده فصل الربيع اللي بيكون في النص الأول كمان من فصل الربيع، بياخد بعض سمات فصل الشتاء، فلسه بدري جدا على بداية فصل الصيف والارتفاعات الكبيرة في درجات الحرارة، لكن احنا في الفترة دي من السنة دايما بنشهد موجات ارتفاع منخفض في درجات الحرارة، أحيانا أعلى من المعدلات وأحيانا أقل من المعدلات. الأجواء الشتوية لم تنتهي، لأن احنا بنقول ارتفاع درجات الحرارة متوقع يكمل معانا لحد يوم الاثنين اللي جاي إن شاء الله، وأعلى درجة حرارة هنوصلها تكون 28 درجة مئوية فترة النهار، يعني مش هيكون زي الارتفاعات اللي شفناها الأسبوع الماضي، لكن مع يوم الثلاث هيحصل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، تنخفض بحوالي 8 درجات لأنها توصل ل 20 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، ونرجع تاني للأجواء الشتوية، لأن متوقع من مساء يوم الاثنين تكون في حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، هيكون في أمطار متفاوتة الشدة، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وهيكون كمان في نشاط للرياح هيزود إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة، وانخفاض درجات الحرارة يكمل معانا لنهاية الأسبوع، فالفترة دي تقلباتها الجوية حادة وسريعة، فمهم جدا بلاش نخفف الملابس خاصة فترات الليل متأخر، فترة الصباح الباكر، حتى لو خففنا فترة النهار، فترات الليل لازم نحافظ على سباء الملابس الشتوية خاصة ساعات الليل متأخر فترة الصباح الباكر. اليوم وغدا متوقع أن يكون في شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وهتؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية، يمكن التفاتتها كان بشكل كبير على الطرق المؤدية من وإلى سواحلنا الشمالية، وأثرت بشكل كبير على الرؤية الأفقية فترة الصباح الباكر، فمهم جدا ناخد بالنا من القيادة على الطرق وتكون القيادة بهدوء تام أثناء تكون الشبورة المائية. وزي ما بنقول ان شاء الله الاجواء دي مستمره معانا اليوم الاثنين، مع يوم الاثنين وتحديدا مساء يوم الاثنين هتبدا الحاله الجويه بسبب وجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، وايضا منخفض جوي موجود في على سطح البحر المتوسط، هيعملوا على حاله من عدم الاستقرار. يمكن كل الناس بدات تقول ان ما فيش اجواء شتويه تاني، لا، الاجواء الشتويه الممطره يمكن كمان القاهره الكبرى من ضمن المحافظات او المناطق اللي فيها سقوط امطار، فناخد بالنا ولازم يوميا نتابع النشره الجويه عشان نشوف الحاله الجويه عامله ازاي. بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا للدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها بالقاهره العظمى فيها 27 والصغرى 14. العاصمه الاداريه العظمى فيها 27 والصغرى 14. اسكندريه 23-13. العالمين الجديده 22-13. مطروح 21-14. دمياط 26-13. بورسعيد 25-12. الإسماعيلية 26-13. السويس العظمى فيها 26 والصغرى 13. العريش 26-13. كاترين 22-6.
طابة 25-15، حلايب 28-15، شلاتين 31-14، شرم الشيخ 27-17، الغردقة 28-16، الفيوم العظمى فيها 29 والصغرى 10، بني سويف 28-11، الوادي الجديد 29-12، أسيوط 29-11، سوهاج 29-13، قنا 30-13، الأقصر 31-15، وأخيراً أسوان العظمى فيها 32 والصغرى 15. ودي كانت درجات الحرارة المتوقعة، ودي كمان توصيات هيئة الأرصاد الجوية. الحقيقة أنه في ارتفاع صحيح ظاهر في درجات الحرارة، لكن ما نخففش هدومنا، وفي كمان ظواهر جوية تانية اللي هي الأمطار اللي ممكن تبقى موجودة بس بعد يوم الثلاث، لكن كمان في شبورة مائية ممكن تبقى كثيفة على الطرق خصوصاً على السواحل الشمالية. مرة تانية هنرجع لجمانة ومصطفى نكمل معاهم باقي فقراتنا. أشكرك يا لميا، شكرا جزيلا.